السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ، أنا عندي سؤال لو سمحت بخصوص النذر. لو افترضنا أن أحد ما نذر أن يتوقف عن فعل المعصية، وكلما يعني وقع في المعصية تصدق بمبلغ من المال، ثم بعد لنفترض 20 مرة اكتشف أنه لن يستطيع الوقوف عن فعل هذا العمل، فهل له أن يوقف الناس، يعني يطلع كفارة ويوقف الناس أم لا؟ من لا أستطيع أن أقول لك يطلع كفارة حتى يعصي. يعني هل تتوقع أن أنا أقول لك يطلع كفارة كي يعصي ربه؟ لا، يعني هو نذر في نفسه أنه لو فعل هذا العمل كل مرة يفعله يطلع يعني مبلغ من المال، يعني يشجع نفسه أن هي يستمر في معصية؟ هذا العمل. معصية؟ عفوا، أن يتوقف على عدم فعل المعصية. أيوة، يعني هي معصية، يعني هو عفوا يريد أن يكفر عن النذر كي يعصي، كده السؤال؟ يعني السؤال مثلا، هو كده لما أنا أنت تسألني كده أقول لك يعني خليه يكفر ويعصي؟ لا تتوقعها مني، الله يغفر لك. السلام عليكم. أنت فاهم السؤال يا عبد الرحمن؟ ماذا أقول له يعني؟ كفر ويعصي؟